قتل ما لا يقل عن 61 مقتلا خلال اشتباكات بمدينة الحديدة باليمن، كما تسببت الاشتباكات في سقوط العشرات من الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات. ويتقدم التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات للاستيلاء على مدينة الحديدة من أيدي المتمردين الحوثيين. وقتل أكثر من 400 مقتل خلال 10 أيام من الاشتباكات في الحديدة. تتقدم القوات الحكومية إلى المدينة الاستراتيجية واستولت على مستشفاها الرئيسي بعد قتال عنيف. يذكر أن الصراع أثار ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه 14 مليون يمني خطر المجاعة.